انا اسمي معز الجبالي، عندي 12 سنه وبطل عالم في الشوت بوكس. بدات ادور على اللعبه وبدات ابحث عنها اكتر وبدات احب اللعبه اكتر كل ما قعدت اتفرج على ماتشز. قعدت اتفرجت على ماتشات كتيره جدا، وما اتفرجتش على لعبه الام ام اي بس، اتفرجت على كذا لعبه زي الام ام اي، واكتشفت اني المفروض ابقى احسن في لعب تانية عشان ابقى كويس في الام ام اي. بس انا حبيت الام ام اي جدا. كابتن انس صلاح بطل عالم كيك بوكسنج 6 مرات، بطل عالم محترفين كمان، بطل مصر ملاكمه، بطل مصر كونفو، بتلعب منتخب مصر. احنا في توب فايتر بناخد اللعيب من الاول، ان هو بنبدا الاول ناهله ازاي يبقى بطل، نبدا نتعامل مع اللعيبه ان هم مش مجرد مكان تمرين، لا ده اولادنا. يمكن معز اول ما جالنا في التمرين كان مامته بتتكلم معايا، هي خايفه عليه شويه زي اي ام طبعا مصريه، ان هي خايفه على اولادها ولعبه عنيفه شويه ونبدا نضرب ونضرب. فانا اتكلمنا مع بعض ان انا عايز اصنع بطل. الموضوع بالنسبه لنا مش مجرد حد جاي بيتمرن فبيضيع وقته وخلاص. نقطه تانية، احنا عندنا تارجت، عندنا بطولات. فانا حلمي ان هو ما يكونش بطل على مستوى القاهره بس، لا، ولا بطل الجمهوريه. حلمي ان احنا نطلع بطل لمصر، مصر دوليا، ويبقى يرفع علم مصر بشكل كويس. يمكن دي اهم الانجازات اللي احنا بنراعيها الفتره الحاليه. انا بحب اللعبه دي عشان كيك بوكسنج. انا حبيت الكيك بوكسنج في الاول، بعد كده حبيت الام ام اي. حبيت الكيك بوكسنج بسبب حاجتين، ان اللعبه كويسه يعني بقدر اطلع كل طاقتي فيها، دي اول حاجه. ثانيا طبعا عشان كابتني كابتن انس صلاح هو كمان حببني في اللعبه اكتر واكتر. بعد ما بدات اتطور في اللعبه وبدات اتطور بسبب كابتن انس صلاح، حسيت ان يعني اللعبه عجباني، يعني مش هينفع اسيبها. قعدت اخد بقى فيها بطولات، خدت بطولة جمهورية مصر المفتوحة. بعديها بقى قعدت برضه لعبت شوية وكملت، وقعدت اتطور مع كابتن انس صلاح، وبعد كده رحت محاول الام ام اي. عندنا معز بدأت اشتغل عليه، شفت مهاراته كويسة، ايديه كويسة، رجليه كويسة، بدأ يضرب بشكل كويس، ما بيخافش. في الأول القلق الطبيعي بتاع أي لاعب في الدنيا إن هو بدأ يلعب لعبة جديدة فهو قلقان منها، ده طبيعي جدا بيحصل معانا كلنا. ستيب باي ستيب ازاي احتوي الخوف دوت واحوله لبطوله، ازاي انا ابدا اقوم النقط الضعف اللي موجوده فيه عشان خاطر يبقى بطل. وبدانا نشتغل على دوت، ببدا اشوف بقى امتى ببدا اكتشف ان هو بطل او لا، لما ببدا العبه بماتش. اللاعب ده بيسمع الكلام ولا لا؟ مهاراته اللي انا استفادها في التمرين بيبدا ينفذها ولا لا؟ ويمكن بعد الستيب ببدا اغير من اللاعب لغايه البطوله.